والثناء أنت الذي نحمدك من فضلك علينا يا كريم. الحمد لك والشكر لك والفضل لك يا ربنا، ما غيرك أحد الله علينا فضلي العدل العظيم، ما غيرك أحد الله علينا فضلي العدل العظيم. حمد كثير لك من يا هلا بالغالين. انتقلنا معكم إلى مكة المكرمة لتغطية افتتاح نقطة المزارع في مكة المكرمة في قهوة الجبل. سعر حليو بسيط، حبة حليوة وسعر حليو. لا لا بسيط بسيط خلاص. أعطيني أرقام السيارات عشان أنا أقابل. صور سيارتك، صور مرة واحدة خلاص أرسلها. بس مع الله يبارك. حياك الله يا ابو هاني. الله يبقيك ويسلمك. كيف صحتك؟ والله الحمد لله بخير. كيف شفت نقطة المزارع اليوم؟ اليوم جيدة بس عسى يستمرون. احنا ما لا بيستمرون ان شاء الله. الاستمرار ما عرفنا النظام، يعني اللي محتاج برسيم بعد 10 ايام هل موجودين ولا لا؟ لا لا موجودين اكيد. ها؟ اكيد موجودين. والله وبرسيم طيب. هذه خدع ولد عم ماهر. هيات هذيك؟ ايوه. ب 22 برسيم ورق ثقيل كله طيب. ما شاء الله الحمد لله. انت ما اخذت شيء؟ انا ما اخذت والله. شوف الاسعار والله فلوسي معايا وجاهز، ولكن اشوف وعندي برسيم انا لسه زين يعني باقي زين وان شاء الله هذه بتخدمنا نقطه البيع من قريب نشتري منها. صدق طوالي وعلى حالاتنا. صدق دايركت اقرب نقطه لنا. هلا يا ابو علي. هلا وغلا وتحيه. يا مرحبا يا ابو مهر. يا مرحبا. الله يعز خطبك. بشرنا عنك. ابشرك طيب وخير. الله يجزاك. الله يبيض وجهك. مبروك الافتتاح. الله يبارك فيك ويرحم والديك ويرزقك خير. اللي تعنيت لن جيت. الله يسلمك. انا ما سويت شيء، احنا كلنا في خدمه الحلال واهل الحلال. احنا ما جينا الا بعجب عيون اهل الحلال. الله يطول عمرك. ولا جينا غير نبى الصدق الخافي، ها؟ والحاجه الخافيه نبينها مثل هالشمس. انت رايح الصدق الله يطول عمرك. والله ما ابغاها هرقه، ابغاها شوف عين. الله يعني. اليوم احنا في قهوة الجبل في غرب سوق المنصف في نقطة المزارع. عطنا فكرة عن نقطة المزارع. نقطة المزارع يا حبيبي، نقطة المزارع. تعال هنا عشان الشمس بالله. نقطة المزارع يا ابو مها، من المزرعة الى النقطة للمربي، هذه الفكرة. لا من المنتج للمسارع. لا وسيط ولا غير. لا وسيط ولا غير، من المنتج للمسارع. طبعا المزارع تبعكم. نعم، اللي تبعنا واللي تبع جارنا واللي تبع رفيقنا من المزرعة. من المزرعة سيدة. من المزرعة، من المنتج للمستهلك. ممتاز. نعم. الله يبيض وجهك. كم يبيض وجهك يرحم والديك. الله يطول عمرك ويعافيك. الله يطول عمرك ويحييك ويحيي اخواننا المربين كل ابوهم، والله يجعلنا احسن من ميض النور باذن الله. امين. ومتشرفين بشوفتك اليوم يا ابو. الله يجعلك سالم وغانم. الله يجعلك سالم وغانم. كم قصد تبيع؟ يا حبيبي. ها؟ هلا. كم قصد؟ الله يبارك له، الله يبارك له، الله يبارك له. كم انباعت يا ابو علي؟ انباعت ب 15 ريال. الله يبارك له. شايب ويستاهل. ابو علي بيض الله وجهك. الله يبارك له. روح سجل على ابو هاني. على ابو هاني. ايش بك؟ ايش الصاعدي؟ كم يا ابو علي؟ كم؟ ب 10 واصل نازل من شر الله يبارك له. لبن ناعم شد كفو. اصغر مربي حاصل على الدوره اللي طلقتها الوزاره العام الماضي. ما شاء الله تبارك الله. حضر الدوره ما شاء الله تبارك الله كامل. الله يوفقك. ما شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله يا سيدي. اتمنى لك التوفيق. شغال ما شاء الله تيك توك. هذا يشرفنا والله. الله يوفقك. الله يوفقك. الله يوفقك. تستاهل كل خير. لازم اليوم ياخذ له تريلا. ايوه ان شاء الله تريلا تبرسيم. تريلا الله يوفقك. الله يوفقك. يبارك لك بولدك ان شاء الله. وايضا فيه رودس ان شاء الله بيجي قريب. هذه من مزارعكم يا ابو فارس؟ انتاج مكه. انتاج مكه؟ اي نعم مزارعنا هذا. ما شاء الله تبارك الله. هذه هي؟ اي نعم. شد وما يحتاج. الان هذا بلوبنك ولا بونيكا؟ هذا بونيكا. هذا بونيكا، هذا انتاج مزارع مكه. واسعاره كم يا ابو فارس؟ اسعاره على 10 ريال. ما شاء الله. ساعة. والله حرقنا ساعة مرة. ما شاء الله. هذا 10 ريال ابو فهد. على 10 ريال. نعم ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. نعم 5 نجوم والموسورية والليث كلها هذه من انتاج.